بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة اسمها two numbers، تمام؟ المسألة بكل بساطة بيقول لك انه هيديك رقمين، وبعد ما يديك رقمين هتجيب الاسم بتاعتهم، هتطلع ناتج الاسم وتطبع لي ثلاث حاجات: الفلور والسيل والراوند. نفهم مع بعض ايه هو الفلوت وهو السيل وهو الراوند، وبعدين نرجع نشوف الرقمين ونجيب الريزلت بتاعتهم. حلو، عشان افهمكم الفلور والسيل والراوند بابسط شيء، فانا هفتح ايه؟ البيند. هفتح البيند واعمل خط اعداد، او خط اعداد جميل وبسيط اهو، تمام. هنا ايه؟ هنا الزيرو، ما فيش مشكلة، مش هنختلف، تمام. انا لو عندي هنا ده رقم 1 وده رقم ايه؟ 2، تمام. خلي 2 بعيدة شوية عشان نشتغل بقى ايه؟ تمام. حلو، لو قلت لك عندي رقم ما بينهم وليكن 1 و7 من 10، 1 وكام و7 من 10، الفلور بيرجع ناحية الشمال لأول رقم صحيح، يعني 1 و7 من 10 الفلور بتاعها كام؟ 1. طيب السيل بتاعها كام؟ 2. خلاص؟ إذا أي رقم حدهولك، طبعا في كسر عشري اللي هي 7 من 10 أو 8 من 10 أيا كان، الفلور هتروح ناحية الشمال لأي رقم إيه؟ لأي رقم؟ لأول رقم من ناحية الشمال صحيح، اللي هو 7 من 10 تروح ناحية الشمال للواحد. طب الايه؟ السيل تروح ناحية اليمين اللي هي الاثنين. نيجي لآخر واحدة بقى واللي هي الراوند. الراوند بكل بساطة أنت خدتها في الإعدادي واللي هو التقريب. الواحد بيساوي من 10 أقرب للاثنين ولا أقرب للواحد؟ لا، أقرب للاثنين. حلو، يبقى الراوند 2. طب لو اديتك قلت لك 1 و4 من 10، فواحد واربعة من عشرة الفلور بتاعه 1، السيل بتاعه 2، الراوند بتاعه 1. ليه الراوند بتاعه 1؟ لانك انت عندك الاربعه قريبه للواحد مش قريبه للاثنين، تمام. ناخد واحده كمان. لو قلنا تمام مثلا هنا 5 وهنا 8، فهنا لو قلت لك عندي 5 و5 من 10، إذا الفلور ناحية الشمال تبقى إيه؟ 5. ناحية اليمين اللي هي السيل تبقى إيه؟ هتبقى كام بقى؟ هتبقى 6، شايفين؟ مش 8، لأن هنا في لسه 6 وفي لسه إيه؟ 7. إذا بتمشي الإيه؟ لأول رقم صحيح اللي هي 6. طب الراوند الخمسة بتبقى قريبة من 6، لأن أنت خدت في الإيه؟ في الإعدادي إن 5 من 10 لو اتقربت تبقى كام؟ دي تبقى 6. إذا ما فيهاش أي مشاكل، ما فيهاش تعقيدات، الموضوع بسيط جدا. خد الموضوع بكل بساطة، ما تعقدش الموضوع. الفلور ناحية الشمال أول رقم يقابلك صحيح، ده ناحية اليمين أول رقم يقابلك صحيح اللي هو السيل. الراوند على حسب بتقربه لإما للإيه؟ للرقم ناحية اليمين، وده على حسب إيه؟ الكسر العشري. الكسر العشري لو أقل من 5 بيتقرب ناحية الشمال، طب لو 5 وفيما فوق بيتقرب ناحية إيه؟ ناحية اليمين. حلو أوي. فأنا هروح أكريت الأول فايل للمسألة بتاعتي. أه، فايل نيو. حلو. أهو. كنترول سي. كنترول إيه؟ كنترول في. حلو. هستقبل إيه؟ نيجي نشوف كده. هستقبل رقمين. حلو، بيقول لك الرقمين ما بين الواحد والعشرة والثلاثة، إذا ممكن أستخدم إيه؟ الانتجر. هقول له انت num1 ونم2، دول التو نمبر. حلو، هجيب الإيه؟ المقسوم بتاعهم انت. بس ركز بقى، هو أنا لما أقسم
لما اقسم الاكوان على بعض وليكن 5 على 2، ركز معايا كده، 5 على 2 فيها ال 2 ونص. لو حد مذاكر انتجر فانت عارف ان الانتجر ما بيشيلش الاعداد الصحيحه فهيجنور الفراكشن، فانا مش هستخدم انت خالص، هستخدم ايه؟ دبل، عشان هستخدم ارقام ايه؟ عشريه. هقول له دبل ريزلت ايكوال نم 1 على نم 2. طبعا هستقبل المتغيرين من اليوزر، فلازم اعمل سي ان نم 1 ونم 2. في مشكله؟ نرن اهو، ما فيش اي مشكله. واحد يقول لي هنجيب بقى السيل والفلور والكلام ده كله ازاي؟ هقول لك اعمل بس سي اوت. المفروض هنا هيبقى ايه؟ اول حاجه قالها لك اللي هي الفلور وبعدين السيل وبعدين الراوند. حلو، بس بتعمل هنا ايه؟ فلور والرقمين، سيل والرقمين والناتج، راوند والرقمين والناتج. حلو، فانا هنا هاخد دي اهي، هقول له اول واحده الفلور اهو، هعملها سترينج فلور. تمام، اول رقم اطبعه نم 1. حلو، بعد كده عاوز اطبع على علامه ايه؟ على اهو ما بين سترينج، وبعدين اقول له نم 2، وبعد كده علامه تساوي اهو، وبعد كده هيبقى الناتج هنا. حلو، هعملها كمان مرتين، واحده لايه؟ واحده للسيل، واحده لايه؟ واحده للراوند اهو، سيل، واحده لايه؟ للراوند. خلاص كده احنا طبعنا الجمل كلها ما عدا الناتج الاخير. طبعا عندك في سي بلس بلس في فانكشن بيلد في السي بلس بلس بتوفر عليك الفلور والسيل والراوند. حلو، فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ مجرد بس هكتب اسماء فانكشن، اسماء فانكشن، هقول له فلور وادي له الايه؟ الناتج اللي عاوز يجيب الفلور اللي هو الايه؟ الريزلت. طبعا ما تنساش تعمل ايه؟ اند لاين. حلو، حلو، هاجي هنا اقول له ايه؟ سيل وادي له ايه؟ الريزلت، وما انساش اعمل اند لاين. هاجي هنا اقول له ايه؟ راوند وادي له الريزلت، وما انساش اعمل ايه؟ اند لاين. اذا كل اللي انا عملته خدت رقمين من اليوزر وقسمتهم على بعض، بعد كده هو عاوز الاوتبوت بالشكل ده، فالفلور والرقمين دول عشان اوصل لغايه هنا بس عملت ايه؟ عملت دول بالشكل ده، الفلور وبعدين سبيس، بطبع اول رقم اللي هو ايه؟ دخله لي على ثاني رقم ايكوال، وبجيب ايه؟ النواه. لو رنينا نشوف بس في ايرور، ما فيش اي ايرور، كنترول A كنترول C. هروح اعمل ايه؟ اعمل سبميت للكود اهو، هقول له ايه؟ تو نمبرز، كنترول V واعمل سبميت، نشوف كده اجيب اكسبتد ولا في ايرور. نشوف مع بعض، بيقول لك ان كيو رننج فور، هل هيجيب ايرور؟ هل لا لسه اكسبتد، مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.